الدكتورة ندى ثابت، مؤسسة قرية الأمل لرعاية ذوي الهمم. أهلا بحضرتك يا دكتور. ويعني بداية احنا دايما نقول انه النجاح سهل، لكن الاستمرار في النجاح والحفاظ عليه يمكن أصعب كتير. والناس لما بيحصل لها محنة بتبقى تلخبطة، مش عارفة تروح فين وتبتدي منين. فعايزين نعرف من حضرتك الحكاية وازاي الدوافع اللي خلتك تستمري النهاردة 24 سنة في قرية الأمل وتقديم كل الخدمات اللي احنا شايفينها دي لذوي الهمم. أولا أنا بشكرك جدا على المقدمة، وسعيدة أن أنا موجودة معاكم في البرنامج، وسعيدة أن أنا بحكي وبشارك كل السادة المشاهدين تجربة ألم بسيطة تحولت لأمل. فبنفضل على طول نتعلم من بعض، ومفيش بني آدم بينجح لوحده، لكن كلنا بننجح مع بعض، وبننجح بالشراكة، وبننجح بالتشبيك لما كل منظمات المجتمع المدني وكل الوزارات تتحد مع بعض، كل من شارك المجلس القومي لشؤون الإعاقة في ظل قانون بيحكم القضية، كل ده خلى ذوي الإعاقة متمتعين بحقوقهم لأقصى درجة. أنا تجربتي ابتدت من 44 سنة، وقصة طويلة. ابتدت بالألم، لكن بعد ما عرفت ليه ربنا اداني الطفل دوت وابتدى يكبر وابتديت أفهم احتياجاته، ابتديت أوصل لاحتياجاته، إزاي أسدد احتياجاته. وفعلا مع الاحتياجات نبسطها بسيطة جدا جدا، لدرجة ان احنا ابتدينا نأهله، ابتدينا ندخله في مدارس، لغاية لما دلوقتي هو شاب عمره 44 سنة متمتع بحقوقه، بيشتغل. يعني مش حاسة انه بقى يسبب لي اي مشكلة في حياتي، لكن عايش متمتع بالرياضة، متمتع بالمواصلات، متمتع بكل حاجة، حقه زي أي مواطن عادي عايش في المجتمع. زي دكتور شايفة التأثير ده على نفوس كل الشباب والأطفال من ذوي الهمم، ومسألة اهتمام الدولة بشكل كبير، ومؤخرا بنشوف ده في كل المحافل، وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم بنفسه انه يحضر هذه الاحتفاليات كل عام. وايه التحديات اللي لسه قدامهم ولسه محتاجين نشتغل عليها، لأن حضرتك عندك خبرة كبيرة في هذا المجال؟ بالضبط. يعني منذ تولي فخامة الرئيس القضية بنفسه وتصديقه على القانون وصدور اللائحة التنفيذية بعد القانون بسنة وتخصيص عام لذوي الإعاقة، كل ده سلط الضوء على أولادنا. بعد ما كانوا مستخبيين محدش شافهم، دلوقتي موجودين في المجتمع مدمجين بالكامل جدا. كل الصعوبات بتتلاشى شوية شوية، يعني ما دارش نقول احنا قضينا على كل المشاكل، لكن انها بتتلاشى شوية شوية. ما كانش في تعليم، يعني انا هحكي لك على المشاكل اللي انا عديت فيها. ما كانش في تعليم، لا بقى في تعليم وفي دمج في المدارس. ما كانش في ممارسة رياضة، لا دلوقتي بنشوفهم ابطال وحاصلين على بطولات وميداليات ومشرفين الدولة بشكل فظيع. يعني نبص في المكاتب، الشركات، المصانع، الوظائف، القوى العاملة، لا كل ده تغير تماما وبقوا موجودين، وبنحقق أكتر كمان من 5% توظيف. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة ندى ثابت، مؤسسة قرية الأمل. شكرا على 24 سنة من الأمل، بشكرك ومتشرفين بوجود حضرتك معانا، ودايما يكون معانا نماذج ملهمة ومشرفة زي حضرتك.